السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك بشكل الشيخ، نعم. أنا ساكنة في مكان الأصل فيه عدم الاختلاط، وكذلك الأفراح برضه بتبقى للبنات في مكان والرجال في مكان، فأنا عايزة أشتغل في تسليم الغرايز، مع إني أقول لهم إن غير مسؤول إن حد غير محرمك شافك، فده جائز. يعني أنت تزين العروس وبعد ذلك العروس تذهب إلى مكان مختلط. ده الأصل هنا في المكان هنا، إن البنات في مكان والرجال في مكان، بس أنا معرفش يعني ممكن حد يدخل غير محارمها يشوفها ولا لأ. لا قد ما لكيش دخل بها، ما دام الأصل عندكم فصل البنين على البنات لا بأس بعملك. يعني جائز. شكرا.